شو هالعشق هادي يا ويام؟ لا 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 الجزء 245 من حريم السلطان ده وحش قوي، كان حقتهم يقفوا عند الجزء 244 كفايه. اللي مين حكى لك يا سليمان؟ انا متاخر خلص وانا لسه ورايا مذاكره كتيره قوي. طب بقول لك ايه يا دود، ممكن استخدم قلم واحد بس من عندك؟ طبعا مش فيش مشكله، هاتي 20 جنيه 20 جنيه انت جايبه من مكتبه ب 10 جنيه. 10 جنيه خلاص بقى، روح هاتيه من المكتبه، انا مالي، بس انا عايزه واحد دلوقتي. خلاص ما تجيبي 20 جنيه انت استغلالي على فكره، وحرام عليك. ده مش استغلال، دي شطارة. بص يا أنا، هو بيعمل فيا ايه؟ مش عايز يديني قلم وبيقول لي خدي واحد بس تديني 20 جنيه، وهو جايبه من مكتبة ب10 جنيه. 10 جنيه يا أنا، دي تجارة والتجارة شطارة. ايوه يا دودو انت عندك حق، التجارة شطارة اه، بس يا حبيبي التجارة ليها اصولها. ها انا هفهمكم كل حاجه، هقول لكم كل حاجه دلوقتي. بصوا بقى، مش فاهم ايه الكتابه اللي في المجلات دي، ما يحطوا صور بس. اتفضل يا شعبان. اهلا وسهلا. كده حسابك 500 جنيه. 50 جنيه ليه يا شعبان؟ ده يا دوبك كيس وخفيف اهو، شايله بصباعي. صباعك ايه؟ ايه يا استاذ علي سلامه النظر، بقول لك 500. 1 2 3 4 5 6 500. 500 جنيه ده يا دوبك عشا النهارده. هنعمل ايه يا استاذ علي؟ الغلا والله الحاله بقت صعبه، والغلا بقى على الكل. 500 جنيه بقول لك الغلا على الكل. طب انا اعمل، تصدق وتؤمن بالله؟ لا اله الا الله، انا ببيع بالخساره، ببيع بالخساره، مش عايز اكسب عشان اهل حتتي ومنطقتي ياكلوا وينبسطوا. ينبسطوا؟ ده انا اللي محتاجه اتعالج نفسيا بعد اللي انا فيه ده. 500 جنيه. طب الظاهر انك مش سامعني. 500 جنيه مديني 100 اقطعها. بقول لك 500. اصبر بس. طب ما انا هيبقى لك عندي 400 جنيه هجيبهم لك يا شعبان. كمان هيبقى لك؟ ده الدرج بينش، ده انا بالدرج بينش. في حاجه؟ لا الدرج بينش. خد دي الفاتوره ليا 400. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله. 400 درج بينش يا جماعه، الدرج بينش، انا ما بكسبتش حاجه خالص النهارده. معقولة الأولاد نوموا بدري قوي كده؟ والنبي يا بابا سيبهم نوم الظالم عبادة يا حبيبي. طلعوا عيني طول النهار غلبانها يعني، قاعدة ملاش طعم من غير مسدين. معلش بقى، وخصوصا عمر الصغير القرد ده، لا تعبني قوي. اهو علي جه. يلا عشان اقوم احضر العشاء بقى. يا حبيبتي ملوش لازمة والله التعب ده خالص. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سوسي؟ تعبك راحة يا حبيبتي انت وبابا. يا حبيبتي احنا مش غرب. انا عارفة طبعا، بيت بيتك. الحمد لله على السلامة يا علي. انا ما بقتش عارف يا جماعة احنا رايحين على فين. تصور يا عمي شويه الطلبات دول و500 جنيه. ايه اللي انت بتقوله ده يا علي؟ عيب. بس والله برافو عليك يا علي، وفرت. وفر ايه يا انجي؟ ال500 جنيه دول يعيشونا اسبوع في البلد. لا ما تبالغش قوي كده يا بابا، يعني هما بالكتير يومين ثلاثه يعني. اكتر من اسبوع كمان، لولا ان صاحبتك دي مصرفه وايديها مخرومه. انت اللي بخيل. استنوا بس قبل ما تتخانقوا، يعني 500 جنيه يعيشوك اسبوع في البلد؟ اه طبعا يا حبيبي. اللي يا سوسو، هو انتوا كرتونة البيت عندكم بكام؟ ببلاش. ايه؟ ببلاش؟ دول بيضحكوا عليا وبيبيعوها لي هنا ب 45 جنيه. يا حبيبتي ببلاش عشان احنا بنربي فراخ وبناخد البيض بتاعها. اه قولي كده. طيب كيلو اللحمة عندكم بكام؟ لا لا يا انجي دي عدت، بس انت عارفاني ضعيف قدامها ما اقدرش استغنى عنها. تخيلي الكيلو دلوقتي من 80 بقى وصل 100 جنيه. ايه يا علي مالك؟ يا ابني معلش، هو كده لما بينفعل قوي بيجيله زغطة. اصل هو النهارده اشترى كيلو اللحمة ب 195 جنيه. ايه ده؟ دورها بقى. معلش يا سوسو معلش. طب اسمعوا، احنا هنيجي نعيش معاكم. يا سلام، يا ريت يا حبيبي تنورونا. ها
حلو قوي. قومي يا انجي، قومي لبسي العيال ولمي الهدوم وقولي لهم هنروح نعيش في البلد. في ايه يا علي؟ هو بالسهل كده حبيبي؟ عندنا اشغال ومدارس وحاجات كتير. خلاص، خميس وجمعه وسبت الجايين دول تعالوا قضوهم عندنا، قبل مره نقعد معاكم وانتوا تشوفوا الجو على الطبيعه. انا موافق. والله يا جماعه البلد وحشتني قوي. وانا كمان يا علي. ولا الهوى يرد الروح بجد كانه تكييف طبيعي. اه والله يا مامي، والمنظر والشجر نفس اللي احنا بنشوفه في الافلام بالظبط. طب بقول لكم ايه، تيجوا بمناسبه الشجر والمنظر وكده ناخد سيلفي بقى. سيلفي الغيط. سيلفي الغيط ايه واحنا سايقين؟ هنلبس يا مامي. مين احنا سايقين؟ هو بس اللي سايق. خدي انت. طب صوري. طب هاتي هاتي. يلا ركز انت بس في الطريق يا علي وانا هقول. يلا. طب انا هبص. يلا. ايه حلوه قوي. بعتيها لي بقى. حلوة قوي. حلوة. قلب ماما. لا خلاص هفتس من كتر الاكل. انا اكله كمان زي زين وحتخن وفشول ومش هنفع تاني خلاص في شغلانة المذيع. ألف حياة وشفا يا حبيبتي، بس هو ده سيره وبلدنا هنا. بعد الغداء نضرب الحلو. ولا الغداء بعدين؟ أنا ما أنت عمرك ما كنت بتطبخي أكل حلو. ما هو أنت يا وادي علي طول عمرك تاكل وتنكر. اسلم إيدك يا حبيبتي. بالهنا والشفا على قلبكم كلكم يا حبايبي. بص بقى يا سيدي، الأكل هنا بيبقى أحلى لأنه بيبقى طازة. ليه بقى؟ البط والفراخ والحمام إحنا اللي مربيينهم. البتنجان والقرنب. ايه يا عمر؟ بيقول لك اكلكم حلو جوي جوي. بالهنا والشفا جوي جوي جوي. البتنجان والقرنب بقى بنجيبه من الغيط، اما بقيه الحاجات اللي مش عندنا فبنجيبها من البلد هنا من الناس اللي موجودين فيها، وكل الحاجات دي بتبقى صبحه وطازه. ايوه بس اكله زي دي عندنا ما تتكلفش اقل من 2000 جنيه. يا سلام. طيب مفيش داعي بقى اقول لك يا علي بتتكلف كام عشان ما تشدش نفسك. يا ابني انتوا بتاكلوا على قفاكم. بسرقه. صحيح، ده انا لما اخدت على قفايا مصاريف منه لله شعبان الكلب. احنا واحنا في الطريق عدينا على كشك، جبت شيبسي وبسكوت وحاجات كده، لقيت عند الراجل حاجات بجنيه واتنين جنيه، ده احنا عندنا اقل حاجه ندفعها 20 جنيه. انتوا عارفين يا جماعه احنا لو خدنا حاجات من هنا وبعناها عندنا هنكسب جدا، صح يا بوبي؟ فلة الفلل وقلة القلل يا قلب امك. فكره حلوه قوي، ايه رايك يا علي؟ والله فكره. او نخلص من جشع التجار وقرفهم، بس لازم نعرف بقى هناخد البضاعه من هنا بكام ونبيعها عندنا بكام عشان نعمل حساباتنا. لو انتوا ناويين على كده بجد انا واحمد ممكن نساعدكم. وانا تجار الجمله كلهم حبايبي، اقعدك معاهم وشوف تعمل ايه. ايوه صح، انا ابتديت اتحمس. ونبيع كل البضاعه قدام البيت عندنا عشان نقهر اللي اسمه شعبان ده. فكره حلوه قوي يا مامي، وكمان احنا ممكن نعمل دليفري وانا وسولي اللي نوصل الحاجات. طب السؤال بقى، هنسمي ايه بقى المحل ده؟ لازم ننقي كده اسم يكون كاتشي. لقيتها. ايه؟ عليلكو حي اكلكو. الله يا مامي. يا عيني. عليلكو حي اكلكو. عليلكو حي اكلكو. عليلكو هيأكلكم. عليلكم هيأكلكم. تمام يا حاج الجاموسه، دي هتديها لنا بكام بقى؟ عشان خاطركم كيلو اللحمه الصافي هيبقى ب 100 جنيه فقط لا غير. يا بس كتير قوي يا حاج صبحي. الله بقى، بص دي عيانه. عيانه ايه؟ ده خلاص شويه وهترفصني. انت ده تكتيك ما انتش فاهم حاجه. بقول لك ايه يا حاج صبحي، هم 90 جنيه يا حاج احمد. الحاج احمد البهيمه مش عيان، بتتنطط اهي. ايه هم 90 جنيه مش هيزيدوا جنيه؟ انت عايز تزعل الناس بتوع مصر مننا ولا ايه؟ وبعدين ده اول تعامل وان شاء الله مش هيبقى الاخير. دي اول استفتاح يا حاج، خليها عليك المره دي. ماشي، مش هقصركم كلامكم. نقرا الفاتحه بقى بضمير سليم. نقرا الفاتحه. يا بنات تعالى يا بنت، انت وهي تعالوا هنا اقعد. بالله هي انجي وزعت التلفزيون. يا بنت مذيعة ايه؟ دي اكيد بتشبهي. يا بنت المذيعين دول
بيحطوا بودري وتخليهم حلوين كده وشبه بعضيهم. المذيعة قال ايه جرى ايه يا بيت؟ انت هتقعدي تتسامري انت وهي؟ ورينا معاكي ايه؟ بيت صبح وطاغة. انت هتقعدي تزوقي لي فيه؟ انا هاخد البيضة بجنيه. ماشي، بس عشان خاطر عيون المذيعة الحلوة دي. هي مذيعة ايه؟ بس انا عارف ان المذيعين بياخدوا فلوس ياما مش بيتاجروا في البيت. مذيعة ايه يا بنت انت وهي؟ دي مش المذيعة، دي اختها. ايوه انا اختها التوينز. الا صحيح، ما يجيش الشبه غير على التوينز. طيب يا اختي وريني معاكي ايه تانية بتاعت التوينز. اني بقى معايا طماطم تستاهل بقي. هاتي يا بنت، هاتي وريني. حلو قوي. طب يلا ادونا المشندات دي، يلا الاثنين دول هاتوه كليه يلا. لو عندها مشندات تاني خليها، لو في مشندات تاني يبقوا هاتوا. ماشي منجيب، ما تنسوناش. منجيب لك يا حبيبتي. هاتي يا بنت. ماله في واحده خدتي حاجه؟ لا والله يا اختي ما خدتش حاجه من المشند. لا خالص والله، كل الحاجات معاكي. المشندات التانيه بقى تجيبوها. ماشي هلغهم في الغياب. خدي يا بنت دي مني ليكي. يا اختي تسلمي لي. كمان تعملي يا عسل. يا حلوه يا بيضه انت. انا بنتي عسل. يلا اتكلوا على الله. يلا بالسلامة. هنجيبه تاني؟ الله يا علي، البلد حلوه قوي وبتوحشني. ما ينفعش نبقى نغيب عنها كتير، لازم دايما نيجي ونستمتع بالجمال ده. طبعا مفيش في الدنيا منظر اجمل من اللي قدامنا ده. انت عارف علي الفلاح رومانسي اكتر من علي العادي بكتير. يوه ما بتكسفنيش بقى يا ابو العيله. تعملي ايه يا بنت لو جبتلك ده كربط؟ اعمل ايه؟ ده احنا هناكل وناكل العيال وادي الباقي لابو العيله. اشمعنى ابو العيله يا بنت؟ عشان هو الراجل، مش هو اللي بيتعب ويشقى؟ شكله مو هتبقى الزوجه الثانيه. تعالى يا ابن ابو العيله. تعالى يا ابن ابو العيله. طب بصوا بقى يا اولاد، احنا لازم ننام بدري عشان من الفجر هنصحى ونرجع القاهره ونبدا الشغل. مش عايز دلع ولا كسل، الشغل شغل. انت تؤمر يا ابو العيله. البيض البلدي من الفرخه للفرشه من غير هرمونات. عايز الطلبات اللي في البيبر دي يا معلم شعبول. عيني كده، يبقى حسابك 300 جنيه. وات 300 جنيه؟ شت، حرام عليك. نعمل ايه يعني عشان نلف؟ نسيب؟ نسرق يعني؟ اخلص يعني. هتباي ولا مش هتباي؟ هتفضل توك 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 ترغي 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 ترغي؟ هتباي ولا نو؟ هباي وامري لله. عارف يا معلم عليلكو، كيلو الفراخ عندنا بقى بكام؟ بكام يا معلمة انجي؟ بخمستاشر جنيه بس. يا خرابي. طب عارفة يا معلمة انجي كرتونة البيض بقت بكام عندنا؟ بكام يا سي عليلكو؟ بخمسة وتلاتين جنيه بس. بس عارفة ليه؟
لا مش عارفه ليه. عشان عليلكو هياكلكو. عليلكو هياكلكو. عليلكو هياكلكو. عليلكو هياكلكو. هو جايب الاسعار دي منين؟ وعايز يخرب بيتنا وخلاص. عليلكو هياكلكو. عليلكو هياكلكو. كمان جاب شيشة. ألف مبروك يا أستاذ علي. اسم المعلم علي. ما اختلفناش، بس المؤاخذة يعني دي مش أخلاق معلمين، يعني إنك أنت تيجي تحرق الأسعار وتنافسنا بالشكل ده. وهي أخلاق المعلمين إن أنت تشتري البضاعة برخص التراب وتغليها على خلق الله عشان تمص دمهم؟ أمص دمهم؟ آه. طب شوفوا بقى أنتوا دفعتوا كام في الشويتين دول، وأنا هديكوا الفلوس دي وهعرقكم. بس نصيحة مني يعني، اطلعوا برا السوق ده عشان ده مش مجالك. لو مش قد المنافسة يا معلم شوف لك شغلانة تانية. هي بقت كده؟ ايوة. طب ما تنسوش ان انا حذرتكم. خوفنا خوفنا. عليلكم. ايه ايه هيأكلكم. عليلكم. عليلكم. ايه هيشلكم. ايوة عليلكم. ايوة ايوه عليكم. ايوه عشان ايه ده؟ ايه ده؟ ايه شفت ايه شفت؟ انت لسه ما بشتيش هدومك وما غيرتيش. المخرج سهراني ممكن يقسم لك ويبسفك ويطقم لك. انا مطقمه. هو ايه ده؟ مين اللي بيستفني ويطقم لي؟ هو واحد بس بيطقم لي، هو الاستاذ احمد نور، غير كده محدش بيطقم لي. ما اسمحلكش. بقول لك ايه؟ معلش مش ناقصاك دلوقتي، عايز اركز في الحلقه. ثاني تكركزي ايه؟ انت ما عملتي؟ انت متكركره؟ انت متكركره؟ انت مش لابسه، انت لابسه لبس اهو، مش هتسيبي برامج الشوكتو وتقدمي بقى؟ بس معلش بس يا حبيبي، انت عملت لي تلوث سمعي وتلوث لغوي ولغوصه في الحروف، فانا مش قادره. انا هطلع على الهوا دلوقتي، يعني راعي ان انا هطلع على الهوا. شفت كل ده؟ مش لبس الشوكتو والبرامج اللي والفقرات اللي انت ده هو لبس الزراعين الفلاحيين اللي هو عايشينها تبقى خضرة الحمرة اللي في السمرة وهي ايه صحرة تبقى ايه حمرة وعلشان حل الحمرة والصحرة في هي ايه دي يا حبيبي؟ ايه حمرة صحرة؟ ايه اللي حمرة؟ الصحرة. صحرا حمرا. اي حاجه تانية. ما علينا، يلا اطلع. علاش قومي؟ علاش غور عزيزه؟ لقيت. يلا لقيت على شكل اشباه بني ادمين. ايوه يا استاذ جاهزين. يلا سيتو واحد العواه. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم الساعه ال 45 دقيقه مع انجي احمد. طبعا انتم مستغربين من اللبس، وبتقولوا هي الست دي اتجننت ولا ايه؟ اتهفت في نافوخها؟ لكن الحقيقه ان ده عين العقل، وان الجلابيه دي هي اللي وصلتني لحل المشكله اللي بتؤرق كل المصريين، مشكله غلاء الاسعار. تروحي تشتري حاجه تلاقيها قد ثمنها الحقيقي مرتين وثلاثه وساعات اكتر، والتاجر يقول لك اعمل ايه؟ هو ده ثمن اصل البنزين، وهو اصلا البنزين بالنون عادي كلنا عارفين. اصل مش عارف ايه. لا يا بابا، احنا كشفناكوا خلاص. على فكرة احنا نزلنا الارياف وعرفنا السعر الحقيقي لكل حاجة، وعرفنا انكوا طماعين وجشعين، وعملنا شركة عليلكو. عليلكو هيأكلكو. عليلكو هيأكلكو. ايه؟ اعلان؟ لا حاضر. طيب عديها معلش يا استاذ، عديها. وانا من هنا بوجه كلامي للتجار الجشعين، وخصوصا شعبان اللي تحت العماره عندي. بقول لكم ان من هنا ورايح لو ما نزلتوش الاسعار هنروح احنا ونشتري الحاجه من البلد ونبيعها للناس، والموضوع هينتشر في مصر كلها، وهيبقى في عليلكو وستكو. لا بقول لك ايه، لا اعلان ولا غيره بقى. هيبقى في عليلكو وستكو وحسينكو، ومش بعيد كمان يبقى في علاشكو. هيبيع بومب ما اعرفش. احنا هنفلسكو في الاخر. نلتقي بعد الفاصل. عينا عنيشكو. عينا عنيشكو.
انا اسكو انا انا او انا لقيت معلش. اقعد ساكت. اتفضل يا نور عيني. انا اتفضل يا حبيبي. انا مش عارف وانا باكل الاكل كده حسيت كده ان انا سعيد وفرحان. بقالي زمن ما اكلتش اكل جميل بالشكل ده. حسيت كده ان انا خير. اللهم اجعله خير. اكني بحبك. انت حاطه ايه في الاكل يا عفريته؟ وحياتك عندي ما انا حاطه اي حاجه ابدا، بس زي ما تقول هو النفس كده. وبعدين انجي وعلي جابوا خضار وفراخ ولحمه كله اورجانيك. يعني الاكل كده زي اكل بتاع زمان. لا والفراخ، فراخ يا لهوي، انا ماسكه ورك الفرخه حاسس الفرخه بتصوت. تجن ولا الملوخيه؟ ابا ابا على الملوخيه. وانا بغمس حته كده حسيت اني طاير طاير طاير. وعلى فكره بقى ارخص من مخفي اللي اسمه شعبان. احنا كده بقى لازم يعني نتطور بقى ونبتدي ناخد دروس الزومبا. وانت لسه هتاخد الزومبا؟ ما انت واخدها من زمان يعني. يا عفريته. امشي بقى يخرب بيتك وبيت سنين اللي جابك. يلا روحي بعيد. ايه دي؟ ايه الريحه الغريبه دي؟ يخرب بيتي مغفليني. اوعى تكون لهمه. سيده. ايه؟ بصي انا شامي ريحه لهمه بجد ولا انا بيحصل لي هلاوس يعني من قله اللهمه وبتخيل حاجات؟ لا ده بجد وحق وحقيقي يا مغاوري. وعامله لك طاجن باميه جوه باللحمه، انما ايه؟ يستاهل شراديمك الحلوه دي. يخرب بيتك وبيت سنينك وبيت اللي جابك. ايه؟ تضيع مرتب الشهر كل يوم وغفل في غدوه واحده. امال هنعمل ايه في بقيه الشهر؟ هناكل طوب وزلط؟ ولا هناكل طوب ولا زلط، هناكل لحمه زي الفل. عليلكو هياكلكو. ايه قولولكو؟ ايه الاسلوجين الغريب ده يا وليه؟ اصل انا ما قلتلكش ست انجي وسي علي الهي ربنا يسترهم يا رب جايبين بقى لحمه وفراخ وبضاعه كتير قوي ورخيصه من البلد. الهي ربنا يكرمهم دنيا واخره. وهناكل بقى يا مغاوري ونهيص ونزيط وهتبقى ليله. حس كده بقى ربنا يخلينا علولكو ان شاء الله يا رب. انما ما قلتليش ايه اخبار الفخاد؟ فخاد ايه؟ خليك في البوز. نكد عليك وعليك. ده في ايه؟ بلا حاجه. نظف يد البتاع دي. ماشي. لعبش بالرمان يا الو. صباح الخير يا ست رجاء. ايه يا ست الكل بقالك اسبوع يعني ما اتصلتيش؟ قلت اتصل انا اسال على سعادتك. ايه مشاغل؟ ايوه انا عارف. ايوه ايوه. طب بقول لسعادتك ايه، انا جايالي فخده قلت ما حدش هياكلها غير الست رجاء ب 160 جنيه بس عشان خاطرك. الو الو مدام رجاء. قفلت التليفون فوق. بتضحكي علي. يا دي التليفون اللي بيبطلش رن. مش ممكن واحد مش ملاحق على الشغل. الو ايوه يا رجاء اغمريني. عايز فخده من عناية الاتنين مجهزالك. عناية سلمي لي على الدكتور سمير. بقالي اسبوع اسبوع ما بعتش علبة زبادي وهم ما شاء الله الزباين عندهم بيزيدوا.
ما هم حاجتهم رخيصة وعاملين أوفرات، ما ترخص حاجتك أنت كمان. أرخص أنت تجننتي؟ أرخص إيه؟ أنت عايزة يتخرب بيتي أكتر ما هو مقروب. يا ولد، أنت تعملهم عليا، ده إحنا دفنينه سوا. بقول لك إيه؟ خش جوه هاتي لي كل الآيس كريم والشيبس والشوكولاتة اللي عندك. صح، أنا جعانة. جعانة إيه؟ بقول لك هاتيهم، مالكيش دعوة. سولي يا حبيبي، خد الاوردرات اللي عندك هناك دي وديها الرجاء واللي جنبها لشريف. وانتي الاوردرات اللي ورا دي وديها عمارة 14. يلا، مش عايز لك قاعه في الشغل. مي سولي، تعالوا يا غاليين يا اولاد الغاليين. يا غاليين يا اولاد الغاليين. الامر لله، انا جايب لكم شويه ايس كريم وشوكولاته وحاجات وشيبس وحاجات من دي كده عشان شايفكم تعبانين قوي في الشغل. تشكر يا عم شعبان، بس لا مؤاخذه يعني، الحاجات دي ايه بقى؟ ايه ولا انت هتقعد ترغي معاه ولا ايه؟ ده راجل هراي واحنا ورانا شغل ايام. يلا يا اخوي. استني بس يا مي، لما تشوف الجدع ده عايز ايه. حلاوتك يا معلم سولي، الجلابيه هتاكل منك حته. بصوا بقى، انا شويه الحاجات دي بقى، الشوكولاته والايس كريم دول، هديه مني ليكم مقابل حاجه واحده بسيطه جدا. بلاش الضمير الزياده قوي عن اللزوم ده في الشغل. يعني تروح تقعدوا على قهوه، تشربوا لكم كوبايه شاي، تطرقعوا لكم ازازه حاجه ساقعه، لحسه ايس كريم. يعني يقول لك يا مي اطلعي ودي الاوردر ده شقه 14 ودي شقه 44، تودوا الاوردرات ناقصه، تودوها بايظه كده يعني. وليكوا عليا الشوكولاته والايس كريم والشيبس دول ليكوا مدى الحياه ببلاش. لا يا شعبان، مش احنا اللي نبيع المعلم بتاعنا ونكون الامان. النمره غلط. النمره غلط؟ ها يا معلم سولي، هتاخد الشوكولاته دي كلها لوحدك؟ اقول لك على حاجه. شايف الشوكولاته دي؟ شايف الكيكه دي؟ خليها لك انت والموزه اللي معايا. يلا ما اعرفهمش انا بقى. قال لي موزه. ما بيفهمش. موزه ايه؟ موزه ايه دي؟ موزه دي موتز. موزه الهي يا رب. ده كفايه بقى، مش كل حاجه على بطنك. على بطنك انا اتخرب بيتي، هلاقيها منك ولا من عليلكم؟ هروح اشتري من عند عليلكم. اقعدي هنا بقى، اسكتي. هلو. مساء الخير. لا بلاجات الناحية التانية، انت جاي تصيف ولا؟ شش، تصيف ايه؟ انا شعبان. ايه شعبان؟ ايه النضارة دي؟ عامل كده ليه؟ ما ينفعش حد يشوفني معاك، افهم بقى. انا عارف ان انا ما شرفش يا شعبان، بس ما تهنيش في مكان عام يا عم. شش، مش وقت مهاترات. انت كلت من عند عليلكم؟ عايز اقول لك يعني بجد، يعني اسعاره ارخص منك وبتاعته انضف منك مليون مره. ده حق ربنا يا شعبان، ما تزعلش. لا بالعكس، ده انا فرحان، ده انا جايب لك دور عمرك. بحلف بالله، والله العظيم. دور تمثيل؟ لا، الدور الخامس. لا بجد يا شعبان، بس مفيش تهريج، ده انا طول عمري مستني الفرصه وجات لي هنا في كافيه ومنك انت. طب قول لي وحيات ابوك، يعني مسلسل، مسرحيه، فيلم؟ طب استنى، اكيد انت عاجبك رياكشناتي وادائي الفظيع وحواجبي وهتخليني اعمل اعلان. طب انا هستاذن. لا معلش، اعلان ايه؟ ده انا ما اجيبكش تعمل اعلان شطافات. طب بالراحه يا شعبان، ما تفتحنيش في الكافيه يا شعبان. شش نايل. طب قول انت مش طفحت من عند عليلكو؟ ايوه صح. ايوه انت بقى هتمثل ان جالك تسمم، يعني اكلهم بايظ، بضاعتهم بايظه، فيقوم الناس تبطل تشتري من عندهم ويقولي بقى متوسلين ويقعدوا يقولوا لي والنبي يا شعبان، والنبي يا شعبان، والنبي يا شعبان. ايه يا عم الاوفر؟ ايه الاوفر اللي انت فيه ده يا عم؟ ضحكات شريره متقطعه في كافيه. لا لا، اللي تطلبه دي حاجه رخيصه بصراحه يا شعبان، ما ينفعش انا اعمل كده مع علي وانجي. يا عم دول الناس اللي علموني ان في اكل تاني في الدنيا غير الفول والطعميه. لا يا شعبان. لا، ما انا نسيت اقول لك، انا هديك فلوس وبضاعه ولحمه. معلش، عشان انا حاسس ان انا هيغمى عليا. قلت ايه؟ لحمه. حياه ابوك هتجيب لحمه؟ انا هاكل لحمه؟ ايوه والله لحمه. لحمه يعني؟ لحمه. بص، هو اللي انت طالبه ده يا شعبان ده تمثيل اصله، يعني فكره ان انا امثل عليهم. اللي هيعمل كده الشخصيه اللي انا همثلها مش وائل، انا ما عملتش كده مع علي وانجي. فده تمثيل، والمسؤوليه في التمثيل بتقع على عاتق المخرج. هو علي عاتق حد؟ انا مش فاهم ولا كلمه ولا كلمه من اللي انت بتقولها. المهم يعني انت موافق ولا مش موافق؟ ما هو انت دلوقتي قلت لحمه، بتتكلم جد؟ يعني لحمه يعني؟ استنى بس هموت منك والله، يعني اللي هي موزه وفخده، مش لحمه راس والجو الاهبل ده؟ لحمه. خلاص انا موافق. انا خلاص يا خلاص يا شعبان، انت هتطبخ وانت خلاص اتكل على الله. انا هستحضر لك الشخصيه واجي لك على طول.
يا سعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشاب الاسكندره الاحمدي. مش قادر يا جماعه، بطني هبوط عالي. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. ايه مالك حموت؟ حاسس ان في سكاكين بتقطع في بطني، شكله تسمم. طب يلا انت طلعوا عند الدكتور سمير. ايوه طلعوا عند الدكتور سمير بدل الدوشه دي. لا دوشه ايه، انت اكيد اكلت حاجه من بره. لا انا ما اكلتش حاجه من بره، انا كل اللي اكلته من عند عليلكو بس. عليلكو هيسممكو يا جدعان، عليلكو هيسممكو. بس انت حطيت في الزيطه ولا ايه؟ عليلكو اكله صحي 100%. قوم يلا بلاش هزار. صحي ايه وهباب ايه؟ ما الراجل عمال يتلفلف زي القفع قدامنا، ده الواحد على كده يخاف على نفسه من عليلكو ده. انت متاكد انه تسمم؟ ايوه تسمم. بقول لك ايه يا مغاوي، بسرعه من الصيدليه هات لي الحقنه الكبيره اللي قد كده الشراجيه عشان نكبسها له. شراجيه ايه يا شعبان؟ انا بقول نجيب له المنفاخ اسرع. منفاخ ايه يا مغاوري؟ منفاخ. ما تخافش، منفاخ مش هنيجي جنب بقك خالص، ما تفهمه يا مغاوري. يلا اجلع انت بس البنطلون وانا هجيب المنفاخ نوصله عشان تخف بسرعه. تجيب المنفاخ توصله فين؟ وايه الملط اللي انت عايش فيه يا شعبان؟ مالك اجمد يا ابني، مش انت اللي هتتنفخ، دي الشخصيه هي اللي هتتنفخ. عملتها قبلك يا حبيبي، انت كده بتنفخ صاحبك. بصوا بقى يا جماعه، انا كويس وزي الفل، مفيش حاجه. لا مفيش حاجه. اقول لك على حاجه بقى علي، شعبان هو اللي قال لي اعمل كده. ايه انا؟ ايوه غوتني ان انا اعمل كده عشان ابوظ سمعه عليلكم. كذاب، ما حصلش. اسفخت عليك يا شعبان، بقى عايز تسوق سمعه الراجل المحترم عشان مكسب رخيص. يا راجل يا رخيص انا. مهما استخدمت حيل قذره شعبان، مش هتقدر تبوظ اسم عليلكم. بالمناسبه دي بقى، انا عامل خصم على الحاجات دي كلها 10%. كم؟ 10%. ارتحت يا بوز الاخص. اقول لك ايه، هو كان اتفاق بيني وبين شعبان كده ان في 2 كيلو لحمه، وانا جيت معاك يا معلم. ايه بقى 2 كيلو لحمه؟ بلاش، ديك عندي ربع فرخه. ايه كويس على قد جسمك. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ربنا يزيد ويبارك. شايف يا علي، ادينا الحمد لله اهو بنكسب وبنأكل نفسنا ونأكل عيالنا ونأكل الناس معانا، والناس كلها مبسوطه من غير طمع ولا جشع ومن غير ما نذبح الناس. أيوة. شعبان خلاص انتهى. اهلا اهلا اهلا، ايه النور ده؟ اهلا يا منال. مساء الفل. مساء الفل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده قبل ما انسى، انا كنت عايزه ايه؟ عايزه لتر لبن. ايوه. وبكوين فانيليا واربع بواكي بيكنج باودر، وكنت عايزه كرتونه بيض. اكيد هتعملي الكيكه بتاعتك الجميله دي. لا يا حبيبتي، هتقشها في دماغ ميسون واللي يفيد برقدها عليه. شايف يا علي، شايف؟ مش قلت لك منال وميسون من كتر ما الحاجه رخيصه بقوا يشتروها يطقشوا بيها بعض. بقوا يدفعوا بدل السلف والبرشطه. عارفه يا انجي؟ والله يا حبيبتي ده هي راحه نفسيه، يعني مش موضوع عروض وخصومات وكده. انت لو 100 محل فاتح جنبك انا مش هشتري غير من عندك. اصيله يا منال، اصيله. قرب الحق العرض السنوي من شعبانكو. شعبانكو هيدلعكو. الخصومات للركب، البضاعة تقريبا ببلاش. اشتري كيلو لحمة. اشتري كيلو لحمة ما عادي يعني، ما هو بقولك شعبان انتهى. وخد كيلو لحمة عليه هدية. والله مروف. اصيلة يا منال، اصيلة. اشتري كرتون البيت. ام 45 جنيه. وخد الفرخة اللي بضيته هدية. دي اكيد فرخه شمال، والبيض ده كله جاي في الحرام. شمال يكشي يكون البيض مش معروف له اب. انا الفرخه دي تلزمني. واطيه يا منال، الحق العرض قبل نفاذ الكميه. ده مش عرض يا جماعه، دي سرقه. تعالوا اسرقوا شعبانكم. هو شعبان اتجنن ولا ايه؟ لا بص يا شعبوله، انا مش جاي اشتري من عندك عشان الخصومات والحاجات دي، هي راحه نفسيه. يعني انت لو 100 محل فاتح جنبك برضه هشتري من عندك. ايه رايكم في الاسعار؟ ادينا بنخفف على الناس اهو. انت عايز تخسر وتخسرنا ليه؟ مش مهم. ايه يعني اخسر لي كام الف؟ المهم ان انا هرميكوا بره السوق، وبعد كده احط الاسعار اللي على مزاجي، واللي عنده نفس بقى هو اللي هيكمل. تكميله. وانت شبه الساحره الشريره يا شعبان الكلب. قرب شعبانكو هيدلعكو. وبعدين يا انجي، احنا كده هيتخرب بيتنا.
لا يا علي ما تخافش، انا واثقه في وعي الناس، الشعب عمر ما يخيل عليه الحركات دي ابدا. منال دي ما تقيسش عليها، دي طول عمرها واطيه. انما تقيس مثلا على حد زيه شريف، راجل طيب كده وعلى قد ايدنا. لا صح عليك، معلش يا علي، ما هو عايش مع منال في بيت واحد بهتت عليه بقى. خص عليك، برجوازي استهلاكي متعفن. لا ومتعفن بس وريحته طلعت كمان. معلش يا علي، بص يعني انسى شريف ومنال خالص، احنا اللي هنعتمد عليهم في البلوى اللي احنا فيها والجنون ده هما البسطاء، الشعب، الكادحين. ايوه مغاوري وسيدة اهم، مش بقولك؟ اهلا وسهلا. اهلا. لا سيدة، سيدة قلبي. لا يا ناس يا هو هنفلس، الله يخرب بيوتكم. خلاص يا انجي، خلاص احنا ضعنا للأسف يا انجي، احنا اشتغلنا شغلانة غير شغلانتنا، حاولنا نقف قصاد جشع التجار لوحدنا بس ما قدرناش، الناس ما فهمتناش، ما وقفوش معانا. ايوه صح، هنبقى نقف يوم تاني بقى يا علي ان شاء الله. ده لو قدرنا نقف. طب وبعدين يا علي انا هعمل ايه في البضاعه دي كلها؟ الخضار هيبوظ، هطبخ كل ده؟ بقولك ايه، ولا خضار ولا بتاع، ده هو شويه مكرونه على شويه عدس على شويه ذره، احنا نلحق بقى نجيب اللحمه والفراخ والبيض من عند شعبان. اه صح، قبل ما يرجع للاسعار القديمه، انا سمعت انه عامل اوفرز هايله. يلا بينا اهو نرم عظم الولاد. يلا Thank you.